بالتاكيد اكو اطراف يعني مصلحتها وتحاول ان تجر الحكومه الى هذا الصراع بعض فصائل يعني ما يسمى المقاومه تحاول ان تزج نفسها هذا الصراع وتحاول ان تكون جزء من هذا المحاور وهذا طبعا امر خطا ولذلك عندما هذه هي باعتبارها جزء قسم منها جزء من الحكومه عندما تدخل بهذا الصراع فبالتاكيد راح تدخل الحكومه وتشركها وتحرج الحكومه. لذلك الراي السائد وراي الجماهير وراي الشعب العراقي انه احنا نبتعد من هذه الصراعات وهذه المحاور لكن انه ناثر على هذه الاطراف ونضغط على هذه الاطراف ان يبعدونا ويصار الى انه حل هذه الصراعات وحتى ان ابتعد العراق خلينا نتكلم بصراحه حتى ان ابتعد العراق عن المحاور لا بالتاكيد الحكومه اليوم يعني لا زالت حكومه ضعيفه لا زالت حكومه تؤثر عليها يعني جهات داخليه وخارجيه هي لا تسير بقرارها ولذلك شوف السلاح منتشر والمقرات منتشره والهويات ويعني لذلك لا يمكن للحكومه ان تضبط ايقاع هذه الفصائل او تسيطر على عليها لان هذه الفصائل تمتلك اسلحه وتمتلك مقرات تمتلك اموال وتمتلك علاقات قويه مع ايران ومع دول اخرى بالتاكيد خطه الحكومه طبعا وحسب علمي انه تسير بخطا لاضعاف هذه الفصائل واضعاف الجهات المسلحه وابعادها من يعني السيطره على الاسلحه وان يكون السلاح بيد الدوله هذه قرارات الحكومه لكن لحد هذه اللحظه ما شفنا خطوات ايجابيه حقيقيه في هذا الاتجاه